رمات رمات عيني كمل عيني على شو شو اسمه ذاك؟ فغيرك ان فيها عمى تعال خلا تغلي والعتب والعتاد الشوق من فوق اللي بالجوال حدا يا حبيبي زما سلايد ايش البارت الثاني ايش البارت الثاني ما شاء الله سخيف عرفته بديت بسم الله بديت وش هي؟ بدع الله بديت اللي يقول حطم الولد لان انا ما استهلك حبيبي اكره الابتعاد الهجر نراه تولع في ضلوعك ما اجروم سمرا تضوت لين صارت رماد كل البشر تحسد اللي للبلاد انتما تعال خلا تغلي والعتب والعناد الشوق من فوق حده يا حبيبي زما من زين عينك تقول بلمش عينك زينك يا خلق قول العرب في رمشته لا رماش بغنيك اربع ابيات واتمنى من المنشدين من المنشدين اتمنى من المنشدين فيك عطسه اعطس احد ناسي حزين علي اول مره لا ما عليك تعال 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 لا تكفى 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 ما يخلق دقمة اسمع خربت الرسمية يا شباب دور تصاميم عزيزتك يا اسمع تعال 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 انا مضبوط لا ياخذك شك صح صح لي من الغفله ما زلت احبك لو نبطيت ما جيتك الحب لو عاش ما يلقى من انصاف له وانا لو الوقت يا كسبي ما خليتك اخلي الحزن له عيونك ترى حفله وبعذر الورد من بيتي الى بيتك افهم كلامي ورا كسب اخر القفله انا ما حبيت غيرك يوم حبيتك انا ما حبيت غيرك يوم حبيتك شل حقت يا ابو هاله لان يمكن انا لا يمكن انا اللي اطلع ما يبقى خاطر لا خلوه يسمع خلونها بخاطر الله يسامحك انك لا 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 خلونها بخاطر لا لين اسمح لي اذا اسمح لي عجيان بغني طلبه يا ابو عبيد ابو عبيد طلبه يا ابو عبيد يمكن يا طلعان ابو عبيد قلبي ما زهقت منها تم يا ابو خشمان تم ما زهقت منها عندي مدنيه لا تخليها بخاطر يلا قال تم قال تم بس اذا طلعت تنزل تصميم زين ساوي قلب مكسور ايها يا ابو بهلا نبغى نتوب لكن متى يا ابو بهلا يا ابو بهلا نبغى نتوب ما هو من كثر الذنوب نبغى نتوب من الغلا ما هو من كثر الذنوب انا جمال وهو جنوب ولا سليت ولا سلا انا جمال وهو جنوب
يا سيد الغدال عوب أثر العشاش قب خلا يا سيد الغدال عوب اليوم سكرت كم؟ 27 عاد أحد يطلبني خلاص تدري ليه؟ يا أبو هلا استوب يقولوا ليه؟ لأنها تسجل ماركة باسمه لا مو باسمه عجيان عبيد عجيان عبيد عليك أخاف من الضرر والعذاريب واكذب لو اني قلت ماني بخايف ولو انت تطعني بشلفات رحيب عليك ما لحقت نفسي حسائي الله عليك يا ابو خشمان ولد 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 عمي لا تحن على من نرده واضرب فيها القاع ولا تسب نعم اضرب فيها القاع ولد سيف انا مسلول ابو انا اهدي سيف هذا المسباح ما يرجع تم اشتنى ما براجع تم انا كيفك هذا هديه مثل ما ذاك هديه ارحب ما شاء الله جاكم 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 شوفوا شلون دق سلك شوفوا ريان 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 شوفوا شلون دق سلك اسمع اسمع يا جندبه صبي حب تم التأكيد يلا بسل ولا بطر يسكن مدينة دار ودار دار ودار اذكركم من عزوز حلوه حلوه سباحي اللي غنت يا ابو هلا لا يا رجل يا ابو هلا لا يا ابو هلا اطلبون جاكم 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 المسكت جاكم الحلوه المسكت لو سمحتوا لو سمحتوا الكل يسكت جاكم الحلوه المسكت لو سمحتوا لو سمحتوا الكل يسكت جاكم الحلوه المسكت جاكم الحلوه المسكت الله الله ابو سعيد ايوه عاش ابو سعيد اي اي انا الله الله ابو سعيد ابو سعيد وانا دوم ارعب اسمع اوه انا في طلب في طلب بطلع تعال تعال في طلب عيال في طلب نبي حاتم يشيل شيل يلا وين اي شيء جرب عادي جرب لا اي شيء لا عندك لا اغنيه اي شيء عطى شيء اي اغنيه اي شيء وين وش بتقول يده وي وي لا صدق اي شيء ايش بقى اسمع صوت احس ايش بقى في نبره ما يقدر يشيل ثقيل ما يقدر يشيل ثقيل يا رجل لا تفكر تسبب عليه سبب عليه تسبب عليه الكاميرات يا عم شباب اللي سرق عيالي يمثلك وش هي؟ كذا وش يا اخوي مرسمين يقهروني على النا ما عرفت تسبب شيء قد دقيقة دقيقة قدام تقول قدام تقول دقيقة قدام تقول وش لون ما بليك تفضل تفضل وشلون ما غليت الله وش قلت لكم علمتكم لا جرب وانت الذي علمتني حبك الله الله كمل انا عجبتك الله عشق يا عيوني اسال وتلقى الجواب يا عيوني الله عليك عبد الرحمن عبد الرحمن عجبتني كفك عجبتني وخر وخر عيال اجلس بغني وانت كانك تأدي خالد عبد الرحمن يلا 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 ابدا ايش بشخصيه بكابتن ماجد اقران بنقول الشوف ايه المايك في مايك حشمان اقران من سيتي ماكس كلاوي ها كلاوي يا ابو ليه تسالك انا ابو خشمان ابو خشمان عندي 3 2 1 اكشن يا حندبه وخرخرخ تك وخر ابو خشمان ابو خشمان اقعد يلا 3 2 1 اكشن وش لون شطقيمك ورا اصبر ابو زين شخصيتك تبي تصير خالد عبد الرحمن لا والله انا حقتك تبي تصير خالد عبد الرحمن لاني فدوه تبي تصير خالد عبد الرحمن يس يس يلا 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 هذا ولد عمي عبد الرحمن يلا ابو نايف يلا ابو سعيد ما عندي ما عندي ما يا ما حطوا يلا اصبر اصبر انا في دمك اصبر 3 2 لا لا تمسك انت مكشر يلا دقيقه دقيقه سيف تعال كذا كذا لا 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 هو يغني هو خالد عبد الرحمن اصبر هو ما مع مايك 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 ما معي خله يلا سيف سيف
سيف حرامي عليه ظروف 3 2 1 اكشن يلا يا هاجسي عشق يا عيونك اسأل وتلقى الجواب جرى عيونك تصوير لأجمل عذاب حبك يا مفتوني اسأل وتلقى الجواب لا تب كنت أوه صح لنظرة عيونك اسأل تحية يا وسعيد واهلنا بسيد مسبب لك رعب هذا ها والحين والحين شفت انه حلو نسوم يا ابو سعيد ايش قاعدين ما كل سكت والله خلي خلي سكت لا خله 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 لا ناصر ناصر خله خله عارف طب حق شيء ما له مايكك وين بالله يا خلود ركب ركب الماء حق يلا جسوم السلام عليكم يلا صلاه شو غير غير انت هي طوع كويتي ايه عارف وش وش يعني حداق قاعد تسبه تدري قاعد تسبه من قال لك قاعد تسبه لا امزح امزح حداق يعني صيد صيد سمك ولا انت قبل اروح البيت يا رب اثلج البرايم كشخ ايش السالفه ديان ما تلاعب قلبي يا اللي يلا قلبي من بابا عيال من جاي الكويت سيف يعرف ها مو كذا الكويتي الا والله كذا ها كويتي بدون عقل عط عط المايك راح على جنب عجيان عط المايك اشرين بانك اسمع 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 تكلم مع سيف كانك مايك عجيان 15 سلام عليكم دقيقه تكلم مع سيف كويتي شاف مع مصر يلا بص يلا سلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام انت كويتي اعزائنا المشاهدين اهلا وسهلا بكم في حلقه علي الاحمري كويتي انت ها يا ضيع السلام عليكم هلا يا باشا بص يلا لا ايش هاي يبا ايش تبي انت الحين اتغشمر اتغشمر وياك تتغشمر انا وياك وين الريوق ها هيا تاكل معي ريوق طيب هيا تاخذ معي ريوق اسف تعال انت واصل انت واصل يلا ها قلنا الحمد لله اللهم اني صمت استغفر الله ايش دخل هاي يبا تجني قدامي هذه ايش تقول على الزين طن طن تطجني طن كي عطاني عيوب الخل لا عيون الحب لا يمكن تناظر عيوب الخل لو عيب كله اخذ اغلى المشاعر صار شاعر كملها ايوه حقت خالد بن هذا احنا توهق وبك كمل بداله واضح قلبي اللي لا لا هذا سمين قبل اطلع من البراد ابو سعيد سعيد بازوكا نواف نواف قلبي اللي ما ذاق للراحه طعم قلبي اللي ما ذاق للراحه طعم يوم ما حد نذكره ما خبره عايش العمل بالله جاد سبحان ربنا خلقها من عدم تلعب الرياح حبيبي مايك وينه مايك وينه ما معي راح اخاف اغلوه انت ابو سعيد ابو وعقال الحذيان يا تسرقه راح وانت سارق الحذيان ها وانت سارق الحذيان انا الحين سارق الحذيان زايد زايد راح الله الغلا والله الله 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 يا الله يعني رمى ابو سعيد
دام ذاك ما تقع صلي على النبي بوش اي يا عن قريم فريد وحوش توا بزن الناس جهل ناشد عود يدوك ابيض ابيض ليه عبد الرحمن عبد يا الربع انا يا الربع بختصرك وانا من امس ما اخذ ريدو قسما بالله لاني دور ممثل ولا ريالتي انا ما اخذ دور من امس عبد الرحمن تعال عبد الرحمن مربع مربع اول مره شوي يخب والله طلع سبوقي ولا انت اسمنا يركض يتدحرج كيس اسمه النيره النيره الصميم مخلص ايش كنت بقول ابي تصوير يا دخل حداك وش طقمه كفنوي ها بس حبك يسلح زاير ابيض ابيض كنا كفن سيف 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 لا تسوي نفسك كلنا كلنا ها 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 ابيض 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 ايش فيك يا ولد استاذ كفن عليك معناك استاذ صح جيان 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 والله جيان شوف استانس ترى اخر لحظات جاتني اخبار مسربه من اللي بيطلع اي اي انت بس استانس ترى اخر ساعتين جاتني اخبار وش دراك انها انا ادري منه والله لو انه هو والله لو ما تشوف معي جوال لا من علم معي جوال انا ادري منه ريان اللي بيروح اللي اليوم مدع كيف تدري من اللي بيطلع وباقي تذاكر غبي وباقي تمثيل لم تزبطوا معنا يعني الاداره تكذب ايه جاك الطالب الدفو ادارك ها استاذ ايش قال استاذ في تلاعب تكذب استاذ امس ما اعطيتنا واجب هذه ما هي تذكره الراي اداره في تلاعب اداره في تلاعب ها ها وين مساوي ريان ريان اللي ياتي ها توتر بوردنج بقول لك الدبه مقصد الرجال هذه لا قولوا لي ليه قولوا كم دريت انت خامس في واحد قبل شيء شفته يمثل تمثيل اكيد طيب في تذاكر من هو بس تذاكر ما ترد لا ترده لا ترده ابي ادري يا اخي دوم في ادري يا لا فيها تلاعب في لا لا ريان ريان يقول اداره فيها تلاعب يا بدون تحيز ريان يقول اداره فيها تلاعب يا ابي ان شاء الله تكلم الكاميرا والله انا تدري ناصر سعد ما يمثل لا مع عليه تيريكام 1400 صح يا ويك عليه خصم 1400 انا عيد وتر تاكسي الان يا عيال كلمتكم قبل الزحمه كلمتكم ناصر سعد ابو سعد والله انك ما قصرت وابيض وجهي وانقلع عاد شوف وجهك برا منك بس اقعد اقعد عشان شو اسمه الطوفه تشوف زين شوف تبي الصحيح تبي الصحيح تبي الصحيح ناصر سعد انا اتوقع ان اللي بيطلع اسمع ابو جلوي تتوقع من اللي يطلع تتوقع ناصر سعد صح شفت انا اتوقع ريان السلطان انا دورك في المسرحيه عزوز دوري افضل دور يا رجال ما عليك يا رجال لا اله الا الله دي دي صل على النبي ابيض ابيض لو ادفع من جيبي والله تدخل والله كفو يلا ابداك والله هذا هذا مايض مايض قدام ابراهيم اللي فات والله 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 زايد ابراهيم فات مسك شارب ودخل ما دخل بالتناول ما دخل لا تخلينا نسولف ابيض ابيض اتريد وشمال حريمة اطلق خلاص اللي بمثبي عشرة يشربون معكوب واحد الله اثنين ناصر هذا الثلاجة ناصر هذا الثلاجة الحلاق وين الحلاق وين ناصر سعد ما ادري من يجيب الحلاق وين الله اعتقد اسبوع عنده عادي هباس عليكم السلام بس الحلاق وين ناصر بن قمرة ارحب انا متحلم حلو هلا جو والله سيف 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 والله حق روح يعني وتشوف انت تعال عاد تبيني اقولها على الهواء عبد العزيز كل مشروك مبروك يا الله يا رب اللهم اجعلها خير حريمه مالك شغل مالك شغل انا ما اعرف واجد اللهم انها حريمه ان شاء الله يا رب حريمه وش معناها؟ وش معناها؟ توقعت كل شيء توقعت كل شيء الا الحصان انت بتطلع يعني عشانك بتطلع تسوي فيهم زي كذا حريمه ها بس كم تبي ترى؟ بياخذ حصان مره ثانيه؟ واحده اثنتين من بياخذ حصان؟ اثنتين من العيال وثلاث جايبها شغل جوال يا شغل شغل يور زايد شغل يور شغل شغل ناس ناس ما تستحي يا اخي يا حلي ناس ما تستحي يا جماعه